السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة جديدة لتحضير القرنبيط الاخضر او البروكولي. فبالنسبة لهذه الوصفة هذه عندي هنا جوج ديال الحبات من البروكولي، عندي الثومة غادي ناخذ منها القياس اللي غادي نستعمله، فلفل اسود، ملح، موتارد او صلصة الخردل، حامضة، زيت زيتون، ونبداو على بركة الله. بالنسبة للبروكولي فأنا غادي نغسلو مزيان، من بعد فغادي نزول ليه هذاك التحتاني ديالو والأوراق اللي في الجوانب. فاليوم إن شاء الله ما غاديش نحتاجو أننا نسلقوه في الماء أو نبخروه. غتشوفوا معايا طريقة جديدة اللي نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم. طبيعة الحال الى عجبتكم ما تنسونيش من لايك، ولا كنتو جداد على القناة فما تنساوش تشاركوا معايا في القناة، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. هنا بعد ما زولت ليها هذاك العظم اللي تيكون غليظ، فغادي نقطعهم هكا قطع كبيرة شوية وغادي نغسلهم جيدا. في الاول كنغسلوهم، دابا كنغسلوهم بالماء، رقدتهم في الماء وغادي نضيف ليهم الخل. غنغسلهم بالماء والخل، نخليهم واحد 5 ديال الدقائق مرقدين حتى 10 دقائق ونصفيهم. هنا بعد ما صفيتهم فانا غادي ناخذ واحد السكين وغادي نبدا كنقطعهم رقاق، كنقطعهم صغيورين هكا عريشات صغيورين، باش حتى الا كان شي حاجه خايبه في الوسط كنلقاو بعض المرات كيكون مسوس من الوسط ديالو، كتمن يكون فيه واحد الكحوله فكنزولوها، وفي نفس الوقت كيوجد معنا في وقت اللي هو سريع، ما كنحتاجوش وقت كبير باش يطيب. حتى من هاد العصيات هادو ديالو كنقشروهم هكا وتنقطعهم قطع صغيره. كنزول لهم هذاك القشر اللي في الجوانب وكنقطعوهم هكا قطع صغيره. غادي نستمر حتى نكمل ونرجع معكم. هنا بعد ما كملت القطع ديال البروكولي كامله قطع صغيره جدا، فانا عاودت في الغسيل وصفيته، وغادي ناخذ واحد المقلاه كنوضع فيها ما يعادل واحد ملعقه كبيره من زيت الزيتون. تقدروا يعني ديروه في بلاصه زيت نباتيه ما كاينش مشكل، كتبقى الزيت على حسب الذوق. وغادي نسخنها، ثم غادي نجيب البروكولي وغادي نوضعو في الزيت. بالنسبة للنار تكون متوسطة ما تكونش مرتفعة، وغادي نوضع الكمية اللي عندي كاملة. فهاد الطريقة هادي كتخلي كيحتفظ بالمكونات ديالو، كيبقى اللون ديالو أخضر يعني ما كيتغيرش اللون ديالو، وهذا كيعني أنه محتفظ بالفوائد ديالو والمكونات اللي فيه. وغادي نبقى كنصوطي بعد ما غادي نضيف ليه قليل من الملح. الملح كتبقى على حسب الذوق والرغبه، وغادي نبقى كنحرك فيه هو كيطيب في الزيت العافيه متوسطه. فإلا بانت ليا شي قطعه كبيره شويه كنعاود نقطعها، كنجيب السكين كنعاود نقطعها كنصغرها باش كنحصلوا عليه في نفس القياس، وبطبيعه الحال باش يوجد معنا بسرعه. من بعد غادي نضيف ليه قليل من الفلفل الاسود، واحد الرشه من الفلفل الاسود. مع التحريك المستمر فهنا ضفت ليه رشه من الفلفل الاسود، وغادي نستمر في التحريك حتى كنحصلوا عليه كنحسوا به انه طاب، يعني هو ما خصوش يطيب بزاف باش يبقاو فيه الفوائد ديالو ويبقى يعني صحي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا صافي راه هو موجود، راه هو وجد طاب، فهو ما تيطلقش الماء، تيطيب هكا في الناشف هذيك الزويته ديالو. صافي غادي نطفي عليه النار وغادي نمرو باش نوجدو واحد الصلصه اللي غادي نضيفوها ليه. بالنسبه للصلصه فهنا غادي ناخذ واحد الفص من الثوم اللي هو كبير،
وممكن تضيفوا حتى جوج فصوص من الثوم كتواتى مع الثومه مزيان. غادي نطحنها هكا، ثم غادي نضيف واحد نصف ملعقه صغيره من لاموطارد او صلصه الموطارد، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. وغادي نجيب الحامضه غادي نقطعها وغادي نعصر منها واحد الكميه، غنعصر منها كميه مهمه في هاد الصلصه هذه. كنزول ليها العظام ديالها وكنعصرها في الصلصه. طبيعه الحال الا نزلوا شي عظيمات ديال الحامض كنزولوهم. صافي، وغادي نحرك مزيان هاد الصلصه، غادي نخلطها مزيان حتى كيتجانسوا جميع المكونات اللي فيها. ثم من بعد كنبدا باضافه زيت الزيتون اللي تقدروا تعوضوها بزيت نباتيه. كنحرك مزيان الصلصه وانا كنضيف الزيت، تقريبا غنضيف واحد جوج معالق كبار الى جوج معالق ونصف حتى كنحصلوا على واحد الصلصه اللي هي خاتره. هنا بعد ما وجدت الصلصه ديالي فكنضيف ها البروكولي وغادي نخلطو مزيان حتى كن يعني نخلطو هاد البروكولي بلا صوص ديالو، غنلبسوه بالصلصه. كيف ما كتشوفوا معايا فالبروكولي احتفظ باللون ديالو الاخضر، يعني ما تغير ليش اللون. فطريقه سهله بلا ما نحتاجوا اننا نسلقوه او لا انا نبخروه. غادي نقدمو في صحن تقديم ونرجع معكم تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا. وكانت هذه الوصفه ديالنا بروكولي مقبله ليا اكثر من رائعه بطريقه سهله، ويعني سهله في التحضير وغير مكلفه ايضا. نتمنى الفيديو تلوما ينال اعجابكم. طبيعه الحال الا عجبكم ما تساونيش من لايك، ولا كنتو جداد على القناه ما تساوش تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء.